لو عاوز تعرف اسعار المعيشه في الخليج في طريقه حلوه وسهله وبسيطه جدا ممكن انك تعرف بيها المصاريف في الخليج. الطريقه دي حد نصح باكتر من حد كان مسافر دبي وكانت حلوه، انك كل اللي تعمله انك تدخل على موقع زي نون او امازون او اي موقع من مواقع التسوق الالكتروني في البلد اللي انت رايحها، ونقل دبي، السعوديه، الامارات، البحرين، اي مكان، تعمل عمليه تسوق على الاكونت بتاعك وتحسب. طبعا ده بيكون بالاسعار المنتج بتاعه، وتشوف يا ترى هتدي لك جزء على المصاريف اللي انت تصرفه. ونقول انت هتصرف في الشهر مثلا شكارة رز وشكارة مكرونة ومعرفش ازازة زيت 5 لتر، حط الحاجات دي في التشارت، هيجيب لك الاجمالي بتاعهم. يا ترى انت بتصرف 1500 درهم اماراتي، 2000 درهم اماراتي، فده يدي لك مرجع الاسعار عاملة ازاي. طيب بالنسبة لي السكن هتعرف الاسعار بتاعه ازاي؟ ممكن تدخل على موقع زي دوبيزل، اوليكس، تعمل سيرش على المواقع بتاعت البوكينج بتاعت الاسعار والايجارات، فتقدر انك توصل كده يا ترى الايجارات في المنطقة دي عاملة ازاي، فضيفها على الاضافة بتاعتك وانت بتعمل سيرش. فدي طريقة ممتازة جدا جدا تعرف بيها يا ترى قبل ما اسافر الخليج مصاريفي في المنطقة دي هتكون ماشية ازاي.